يوم من الأيام ذهب أب وأبنه ومعهما خمار إلى السوق. رآهما رجل وسأل: لماذا لا يركب أحد الخمار؟ قال الأب: لذلك سأركب الخمار. فركب أب الخمار. رآهما رجل آخر وقال للأب: أنت يركب وأبنك الطفل يمشي؟ فنزل الأب من الخمار وركب الولد. رآهما رجل ثلاث وقال للولد: يا قليل الغضب، أنت يركب وأبوك الشقي يمشي؟ فركب الأب والولد الخمار. رآهما رجل ربيع وقال: عيب عليكم، كيف يركب أب وأبنه هذا الحمار المسكين؟ فنزل الأب وأبنه عن الخمار وحمله على الأكتاف.